برجع لكم مشاهدينا. ضيفتي مثل كتار منا كان عندها أحلام، كان عندها طموحات، كان عندها خطة تمشي عليها حياتها، ولكن مشوار صغير، قصة صغيرة خلتها تغير كل هيدا التفكير، وأخذت معها وقت وجهد لتقنع أهلها يلي هني صاروا بالبيت يعيطولها دكتورة مروة أنه لا ستوب، أنا ما بدي أكون طبيبة، أنا ما بدي أكون بالمستشفى، أنا طريقي مختلف جدا، أنا بدي أكون مهندسة طيران. عم تتخيلوا صدمة الأهل بس يسمعوا هيدا الموضوع؟ عم بحكي من وقت من أكثر من 10 سنين، وبالتالي عم بيقولوا يه لوين انت رايحة؟ ما عنا حدا بالعيلة، ما عنا أصلا بالمنطقة العربية هيدا الموضوع. كان مشوارها صعب، ولكن بالمثابرة بالجهد وبالإصرار قدرت أول مهندس الطيران إماراتية وبكل فخر توصل لطموحها وتحقق أحلامها، وطبعا المشوار لا يزال طويل. مروة المعمري صباح الخير. صباح الخير مريات، شكرا على المقدمة الجميلة. أهلا وسهلا فيك. أهلين حبيبتي. أهلين مروة. عم بتخيل أنا أنه عن جد كل العائلة عم بتعيط لك دكتورة مروة، ودكتورة مروة قررت أنه ما بدها تكون دكتورة، بدها تكون مهندسة. كيف كان صح. كيف كان هل إذا بدك هالقلبة الحياة يلي عملتي لهم إياها، وهالأفكار يلي حطيتيها براسهم، قد إيه كان صعب عن جد هني يستوعبوها؟ هي كانت صدمة أكيد بلا شك يعني، والحين كأم يعني أستوعب الصدمة اللي حطيت الوالدة فيها بعد. هو أنا 12 سنة نفس ما قلتي يعني، إن كانوا دكتورة مروة دكتورة مروة، وأنا كنت مقتنعة يعني إن أنا أكون دكتورة طبيبة يعني. ولكن في آخر سنة في سنوات الدراسة في المدرسة قررت إن حابة ألتحق خلاص يعني هندسة، في تخصصات ثانية في الهندسة، في الهندسة بشكل عام، الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، وكان الاختيار الهندسة المدنية. أنا كان طموحي كله إني أنا أحصل شيء جديد to challenge myself فيه. فالمعماري مع احترامي لكل أكيد المهندسين المعماريين طبعاً، بس حسيت أبى أصعب، فدخلت المدني ولست فيها بعد سنة كاملة يعني درستها، ومرة ثانية ما قدرت إني أكمل فيها يعني، ما حسيت نفسي فيها. وهني كان لازم المواجهة الأكبر إني أرد أقنعهم. الحين صعوبة تواجد التخصص في الدولة ما أثناني عن الطموح إني أدخل التخصص، لأن كان في طرق توصلني له، فأنا كان تركيزي كله طيب نبتدي هالسنتين اللي في الدولة، إذا أخذت الموافقات الرسمية وبعدين أكمل خارج الدولة. فطبعا يعني فتاة من مجتمع شرقي، لا عادات وتقاليد اللي أنا وايد أحترمها، لا أكيد تأثير كبير في حياتي هالمجتمع، وأحترم يعني كل تفاصيله وقوانينه، ولكن كان عندي طموح، فحاولت إني أنا أحاول يعني أو يعني أتوصل لحل وسط يرضي كل الأطراف بدون ما أكون طبعا ضد الأهل يعني. والحمد لله يعني بعد ما حصلت تأييد من الدولة نفسها يعني، من حكامنا والشيخ أحمد بن سعيد من جامعة الإمارات للطيران حاليا دكتور أحمد آل علي، هم يعني اللي دعموني وعطوني الموافقة الرسمية أني ألتحق بالمجال، وأقنعوا الأهل بعد يعني. فالحمد لله يعني بتيسير من رب العالمين وبدعم من القادة عندنا قدرت أدخل التخصص وأكمله لين ما تخرجت أول مهندسة طيران. أول مهندسة طيران في الإمارات. قديه كانوا أهلك بالآخر فخورين باللي أنت عملتي وفهموا أنه هيدا كان شغفك من الأساس؟ وايد فخورين أكيد يعني، وايد استانسوا في التكريم، و يعني سبحان الله الأهل في النهاية هدفهم أن يشوفون بنتهم أو أبنائهم في تفوق دائم. صحيح. هم لهم نظرة خاصة يعني. اليوم أرد أقولك كأم أفهمهم شو كانوا طموحهم لي وشو هدفهم وشو الأحلام اللي كانوا يخططونها، بس الحمد لله يعني حتى لو أنا غيرت المسار ولكن أكيد يعني لم أخيب ظنهم يعني فيني. طبعا طبعا. مروة اليوم أنت عم تقولي كأم يعني، واليوم أنت أم لولدين، هل ممكن يجي نهار وتناقشي أولادك باختياراتهم أو رح تتركي لهم الحرية المطلقة؟ بنصحهم أكيد،
في النهاية بخليهم يختاروا حلمهم يعني. أكيد أنا من خبرتي في الحياة اليوم، وانحطيت يمكن في نفس الموقف أن أنا واجهتها صعوبات، معارضات من الأهل من المجتمع، ما بصعب عليهم الحياة، لأن الحياة ممكن تكون أبسط بوايد يعني. أكيد هالشيء قدر يبني فيني شخصيتي اليوم والشخصية اللي أنا عليها، لأن الأشياء يوم تكون صعبة هي اللي تخليك تكون عندك الريزيلينس، اللي يخليك عندك هالقوة في والإرادة في والتصميم في الإنجاز. فأكيد أبني فيهم هالشيء يعني. في نفس الوقت أكيد بتفهم طموحاتهم وبخليهم يجربون يعني. أنا جربت تخصصين صحيح قبل صحيح أوصل هندسة الطيران، فواي نوت يعني. الحياة قدامهم طويلة والعمر طويل إن شاء الله، فلت ذم تراي يعني، لت ذم هاف تشانسز في الحياة، يجربون أكثر من تخصص لين ما يحسون إنه يعني. حتى الأحلام تتغير، صحيح ممكن اليوم تبتدي بحلم ومع الوقت اكتشف اني لا، هذا مش حلمي، واغير الحلم لحلم ثاني، which is okay يعني، totally okay to change it. مروة الله يخلي لك هني، بدي احكي شوي عن هندسة الطيران. انت كمهندسة طيران اليوم بتخافي اكثر من غيرك لما تسافري؟ أكيد لا أكيد، لأني مهندسة طيران، فهذا بالنسبة لي أأمن وسيلة مواصلات، لأنه طمنتينا. سيستم كومبليكيتد. الطيران او كوسيله مواصلات هو من امن وسائل المواصلات في العالم يعني، بعد الاليفيتر يعني، عشان نكون واضحين. بس السيستمز اللي عندنا، الريدندنسي سيستمز اللي يحمي الطياره من حوادث او الانسيدنس بشكل عام، وايد معقد وكومبليكيتد يعني. بحيث انه لو صار عطل في اي سيستم، واحد ثاني على طول تيكس اوفر، وهكذا. فيري كومبليكيتد ان واي، السيفتي فيه جدا جدا عاليه يعني. باخر كم فيديو شفتهم لإليك، باخر كم مقابله، كثير كان في تركيز على الذكاء الاصطناعي الاي اي عندما يدخل في عمل هندسه الطيران. هل فعلا نحن بنخفف الريسك لزيرو اذا دخل الاي اي على الخط؟ تماما تماما. وانا تركيزي اخر فتره في الاي اي، لان هاي رساله الدكتوراه مالتي، نناقش كيف تاثير الذكاء الاصطناعي على سلامه الطيران. لان معظم، اذا ما كانت 99% يعني، من حوادث الطيران والانسيدنس هو سببها اخطاء بشريه. فاليوم مناقشه الرساله او تطبيقها عمليا في الطيران كصناعه بشكل عام، هو يساعد على زيادة حماية الطيران بكل يعني جوانبه. احنا نتكلم اليوم على البروسيسز، نتكلم على سيكيورتي، نتكلم على السيفتي، نعم. على حتى على أبراج المراقبة، لأن الايرورز هاي الاي اي انت يصير أذكى كل ما أعطيتيه معلومات، واتممكس طريقة تفكيرنا كبشر. فهذا الشيء اللي يخلي الأخطاء تقريبا تصل إلى زيرو، وهذا ما يطمح له الطيران بشكل عام أو صناعة الطيران. إن إحنا إن شاء الله على 50 يعني 50 سنة من الحين أو أقل نكون زيرو إنسيدنس أو أكسيدنس. يعني هذا الشيء بيطمننا مروة باللي عم بتقوليه. مروة أنت ضليتي بعيدة يعني لما أصبحتي أم وأعطيتي الأولوية كلها لدورك كأم، هل كان صعب عليك ترجعي على المجال؟ يعني اليوم عم بتقولي عم تحضري رسالة الدكتوراه تبعك كمان بالتوفيق، ولكن كان صعب العودة بتعرفي، وخاصة نحن بزمن التطور جدا سريع على كل الأصعدة. هل بتحسي غاب عنك شيء، أم أنت ضليتي بالأبحاث، ضليتي على الخط حتى لو كنت عم تعطي الأولوية لبيتك؟ أكيد يعني. أنا صحيح تخليت أو انسحبت من العمل الوظيفي 10 سنوات، ولكن لم أنسحب من الحياة الاجتماعية والعملية والبحثية نفس الشيء. فكنت على تواصل دائم ومستمر، كنت أدرس on and off، فبعدني كنت على اطلاع بالمجال. نعم. رجوع لم يكن صراحة في صعوبة وايدة، لأن دخلت مرة ثانية عن طريق رسالة الماجستير اللي قدمتها، واللي هي كانت تناقش بعد فترة الكوفيد وتأثيرها على مهندسين الطيران والمينتننس والمشاكل والحوادث اللي تسببها هالفترة على المهندسين يعني بشكل عام. يعني تجهيزي للرسالة ردني بشكل رسمي لعالم الطيران مرة ثانية.
فكانت لا الحمد لله كان رجوع سهل، لأني عندي هالشغف وعندي الطاقة إني أنا أعطي أكثر لهالمجال. وهاي رسالتي دوم اللي أقولها، مش غلط الواحد يقرر شو أولوياته في الحياة مرات، ومع الوقت الواحد أولوياته تتغير يعني. فأنا أت تايم كانت أولوياتي أكيد عائلتي، ووقتي كان في هالفترة أنسب إن أنا أعطيه للعائلة. الحمد لله هم في عمر الحين يسمح إن أنا كنت أرجع فيه للمجال الوظيفي، وقدرت الحمد لله بأبحاثي مرة ثانية أرد للمجال الوظيفي، وبتوفيق أكيد من رب العالمين. مروة، يعني شكرا أول شيء أنك شاركتي قصتك معنا، بس بدي أقول شيء قبل ما أختم، أنه أنت كتير قليل الأشخاص اللي بيعرفوا أنك أنت كتير رسامة موهوبة كمان. شكرا. نعم. يعني إلى جانب كل هالمواهب أيضا هناك الرسم، هل بتفكري تعملي معرض تعرضي فيه لوحاتك؟ صراحة هو انعرض علي وايد، بس يعني أنا للحين ما أخذت الموضوع يعني بشكل جدي، أفضل إن أخليها بين العائلة. وسويت وايد دونيشن لعدد من الجامعات للوحات اللي أنا رسمتها، فهالمرحلة للحين بس مخليتنا على مستوى يعني العائلة يعني المستوى الشخصي. إذا في المستقبل you never know، يعني دوم يكون في أحلام جديدة نفس ما قلنا، وممكن يكون أحد الأحلام. على كل حال دايما مروة انت بتفاجئ الناس، بتفاجئ العيلة، بتفاجئ المحيط، فما حدا بيعرف كمان next step شو رح تكون من بعد الدكتوراه. شكرا كتير لك مروة المعمري على وجودك معنا، اول مهندسة طيران اماراتية، بشكر وقتك وبتمنى لك كل التوفيق بكل خططك واحلامك التي لا تنتهي. اهلا وسهلا فيك.